تقدم متواصل للجيش الوطني نحو الحسم، إنجاز تعزز بتحرير جبل النار الواقع إلى الشرق من مدينة المخا، وأحد أهم خطوط الدفاع عن المعسكر الأكبر للإنقلابيين في الساحل الغربي للبلاد. في هذه الأودية والتلال الواقعة إلى الجنوب الغربي لمفرق المخا ومعسكر خالد، خاض الجيش بإسناد من قوات التحالف معركة شرسة مع قوات الإنقلابيين التي تحصنت هنا واستماتت في الدفاع عن مواقعها أملاً في إيقاف تقدم الجيش باتجاه الهدف الأهم معسكر خالد. طلائع قوات الجيش تتواجد حالياً عند الأطراف الغربية والجنوبية لمعسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي الذي ستنهي سيطرة الجيش عليه مرحلة من المواجهات الصعبة مع ما تبقى من التواجد الميليشياوي في الساحل الغربي للبلاد. جثث الميليشيا المتناثرة في مسرح العمليات تشير إلى شراسة المعركة التي دارت هنا، فهذه الحمم من الرصاص والقذائف التي صبها الجيش على مواقع الإنقلابيين والقصف المتواصل من طيران التحالف لم يبقيان لهم ملاذاً آمناً، ما سرع من انهيار دفاعاتهم بعد أسابيع من المواجهات واستسلام ما تبقى من عناصرهم لقوات الجيش. يشير هذا التواجد الكثيف للآليات العسكرية إلى نوعية المعركة وثقلها وإمكانياتها، لكن رهان الجيش والتحالف ينعقد أيضاً على إرادة هؤلاء المقاتلين الذين عقدوا العزم على إنهاء التواجد الميليشياوي في هذه المنطقة الهامة من غرب البلاد. الوتيرة المتسارعة للمواجهات العسكرية في محيط معسكر خالد تشير إلى قرب الحسم في مفرق المخا حيث يقع هذا المعسكر الذي يتحكم استراتيجياً بأهم الشرايين التي تغذي معركة الميليشيا في محافظة تعز وساحلها الغربي، ما يعني أن تحريره سينهي النفوذ العسكري للإنقلابيين وسيشكل دفعة قوية لمعركة تحرير الحديدة وبقية الساحل الغربي للبلاد.